كان أبوه قبطاناً بحرياً، لكنه عشق كرة القدم. تمتع رجب طيب أردوغان بموهبة كروية لافتة. في الإعدادية والثانوية لعب لصالح نادي جامع الرياضي مقابل 1000 ليرة شهرياً. أطلق عليه أصدقاؤه لقب الإمام بيكنباور. كبر ونمت مهاراته وتلقى عروضاً من أندية إسكي وفنربهتشي، لكن والده عارض الأمر. يعني بدأت في 14 بلعب كرة القدم في الحي. كنت وقتها طالباً في المرحلة الثانوية، وكنت أتدرب في أكاديمية إسطنبول لكرة القدم أيضاً. بعد الانتهاء من المدرسة حاولت دخول كلية التربية الرياضية واحتراف كرة القدم، لكن والدي رحمه الله اعترض ومنعني من أجل إكمال الدراسة، ولم أتمكن من احتراف كرة القدم. منافسه في الانتخابات كمال كليتشدار أوغلو ولد بمنطقة ريفية شرق الأناضول لعائلة علوية. كان والده موظفاً حكومياً، فسار على سير أبيه. عمل محاسباً ثم تدرج في الوظائف الحكومية إلى أن أصبح رئيساً لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ساقت الأقدار الرجلين من عالم الرياضة والوظيفة إلى دهاليز السياسة، حتى المنافسة على رئاسة تركيا. ومع ذلك ما زال أردوغان لا يفوت فرصة إلا وأظهر فيها مهاراته الرياضية. كذلك كليتشدار أوغلو الذي نشر صوره في المطبخ كموظف عادي يساعد زوجته في الأعمال المنزلية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.